ومتابعينا يا نور بفقراتنا، ووصلنا لفقرة بتهم وبتخص كل الأمهات لأنه بتخص الأطفال. رح نحكي اليوم عن المسؤولية، كيف فينا نحن نخلي الطفل يكتسب المسؤولية من ضمن بيته، من ضمن أهله، من ضمن مدرسته، من ضمن المجتمع المحيط فيه، وخليه يحس بمسؤولية أي قرار بيتخذه أو أي سلوك بيتبعه. رح نحكي أكثر مع الأخصائية الاجتماعية الدكتورة شفاء سوان. أهلا وسهلا فيكي، يا أهلا فيكم، سنة حلوة يا رب. يسعد لي صباحكم الجميل، وإن شاء الله سنة مباركة وسعيدة، وعن جد نحقق فيها أمنياتنا ونكون قد المسؤولية تجاه ذاتنا ومجتمعنا. يعني الله على الجميع وعلى بلدنا الحبيب سوريا تكون غير شكل هاي السنة. انت دايما تجي مع الطاقة الإيجابية. خلينا نحكي مع ابتسامتك الجميلة. يمكن الموضوع كتير مهم اليوم، كتير من المبادئ والقيم الأخلاقية الأهل عليهم مسؤولية كتير كبيرة بتربية أطفالهم، لأنه الطفل هو أساسا بيكتسب كل شيء من أهله، والمحيط بيلعب دور كتير كبير. خلينا نحكي عن المسؤولية، قديش فينا اليوم نحن نربي أطفالنا عن هيدا على هيدا الشيء، خصوصا مع تطور التكنولوجيا ومع غزو التكنولوجيا لكل تفاصيل حياتنا. بتحسي الأهل ما عاد قادرين يضبطوا طفلهم مثل قبل. هلا كتير مهم انه نخصص وقت لاولادنا، نقعد نحكي معهم، نمارس نشاطات معهم، نشيل جوالاتهم يعني، وما نحاول انه بالغالب اذا في حدا بيقدر انه ما يعطي اولاده جوال هذا كتير منيح، او يخصص له وقت معين له للتواصل مع رفقاته لشيء معين ليستفيد، يتابعوا فيديوهات مع بعض مفيده، يتناقشوا باشياء عم يتابعوها ويشوفوها. لازم الام يعني حتى من هو صغير الطفل، يعني هي برامج التلفزيون مو لحاله يشوفها البرامج الاطفال، لانه ما بيعرف اوقات الواحد شو الاشياء اللي ممكن تنعرض ويجي يسالك عنها انت ما تعرفي تجاوبي. حلو كثير الام توصل لدرجه الاهتمام عن جد، وبعرف انا امهات هيك بتتابع الفقرات الكرتون مع اولادها لحتى اي سؤال بيسالوا، اي شيء بدهم يفهموا يقدروا تساعدهم الام بانه يفهموا هذا الشيء. كثير مهم انه نعطي الولد حريه ومساحه انه هو يفكر وانه هو يسال، ما قال له شو هالسؤال السخيف او ليش عم هي كلها بتنزل من ثقته بذاته وبتخليه ما يتحمل مسؤوليه، بتجعله تابع او تقليد مقلد، يعني مو الانسان اللي بيفكر قبل ما يعمل اي شيء بده اياه. فانا ضروري كثير مهم الام تقول له يعني اي سؤال بيسالها يا قد ما كان كيف جاوبي، اي سؤال بالمطبخ بالبيت، طلعتوا لبرا مشوار، موقف صار بالطريق، كثير مهم انه لو سال الولد جاوبيه بكل اريحيه، لانه هذا جزء من بناء شخصيته يعني. فكتير مهم انه ما نقمع الولد، او اذا غلط كمان لما بيغلط لازم نتفهم غلطه، ليش انت عملت هيك او كذا، او هذا الشيء بيأذيك اذا ساويته، نخليه يفكر بالعاقبه مو بالعقوبه، مو نقول له نحن حنعاقبك لانه فوق ما هو غلط ويمكن كان اذى حاله، لا كمان نحن نعاقبك بهذا الشيء. لا، الولد ما بيفهم قصة العقوبة، العقوبة بيفهمها انه انا هذا الشيء ما بدي ساويه، بس ما بيعرف شو السبب، ممكن يساويه من ورانا، بس اذا انا فهمته العاقبة تبع اي موضوع بيتعرض له او بيصير معه، فانا هون بساعده على انه يعزز ثقته بذاته، وكمان بنفس الوقت يقدر يواجه اي شيء بحياته ممكن يتعرض له فيما بعد يعني. نعم دكتورة، خلينا نحكي أكثر، نحن كيف فينا نحمله للطفل مسؤولية، إن كان من البداية بلعبته يلي بتخصه، إن كان بثيابه، إن كان باهتمامه بإخواته. يعني في مسؤوليات بتيجي بتفاصيل صغيرة يمكن تمام. مع المستقبل اللي هي بتكبر معه وبصير يعني بيقولوا حامل مسؤولية وقتها. هلأ وقت اللي بده يطلع على المدرسة اصحك تلبسيه أنت ثيابه، او لما بده يطلع مشوار خليه هو يلبس ثيابه، لو غلط بلبس جرابات، لو غلط بلبس الثياب، لو ضل ساعه كامله اعطيه وقت له، خليه يتعلم، خليه هو، خليه ينقي ثيابه انت، بس انا ما افرض عليه مثلا له شو جاي على بالك، هاد ولا هاد، جاء بالك تشرب بردقان ولا حليب، يعني مثلا هو ما بيحب الشغلات الصحيه، فانا خيره بين خيارين صحيين، فهو اجباري حيختار واحد منهم الاقرب لقلبه يعني، فبس ما افرض عليه شيء. فهون لما انا بعزز عنده الخيارات، او كمان مثلا بقول له اذا مثلا اكلت هي الوجبه الصحيه مثلا راح اجيب لك شغله اكله طيبه، واذا صبرت لانك انت مثلا ما تاكل هي الاكله بالمره، انت لك شغله مميزه طلعه مشوار او شيء. فاكتشفوا بعدين علميا لما انت بتخلي الولد يتعلم شو يعني صبر، يتعلم شو يعني انه هو ينتظر النتيجه الافضل، فهو بيصير اصلا لما بيكبر بيصير شخص بيتحمل مسؤوليه، وشخص واثق من ذاته كثير، وشخص ما بتجره اي جهه ممكن انه هو ينجر وراها يعني. فمشكله لما انا بدمر ثقه ابني بنفسه وبدمر المسؤوليه عنده، فانا هو بالنهايه بيكون تابع لاي شيء،
ممكن اي شيء غلط، ممكن حدا يقدر يضغط عليه باي شيء بحياته، ممكن يتعرض لتحرش او قصص او شغلات بحياته او تنمر وما يقدر يطلع منها. فانا بالاصل انا بزرعت فيه هذا الشيء، فانا لما بزرع فيه انه انا لازم تكون واثق من حالك، تدافع عن حالك، تهتم بجسمك، مسؤوليتك تجاه جسمك، انه انت ما تخلي حدا يلمسك او يتصرف معك تصرفات معينه او يحكي معك كلام معين، لازم توقف الناس عند حدا لما بيتصرف هيك تصرف وشول، ولو كان قريب لك، لو كان عمك او خالك او قريب لك. كثير مهم انه نحن لما بنفهموا هذا الشيء للولد فهو عن جد بيوصل لمرحله عن جد بصير حتى بيقولوا انه ابنك اكبر من عمره، حكيه اكبر من عمره. وكثير مهم ومو غلط ابدا على فكره، نحن ما لازم مثل اهالينا انه عيب تحكي عيب كذا، ليش هيك لسانه ابنك طويل وما عم تعرفي، لا لا هذا كثير غلط، بالعكس خليه يعبر عن حاله وعن مشاعره وعن شخصيته، ولا نقمع شخصيته، لانه عن جد لانه جوهر الانسان بيختفي لما نحن بنحاول انه نفرض ارائنا على اطفالنا او نفرض سلوكيات معينه نحن بنمارسها على اطفالنا. يمكن حكيتي افكار عديده كثير مهمه، بس خلينا نحكي عن نحكي الخطوات الاساسيه السليمه الصحيه مع الطفل، كيف فيني علمه المسؤوليه خصوصا مع الطفل الاول، لانه بتلاقي الاهل بيدللوه زياده وفجاه هذا الدلال بيخف وبيبلشوا بقى بدهم يعطوه الاساسيات. من اي عمر انا فيني بلش وكيف فيني اعمل هيدا التوازن؟ الحب غير المشروط، يعني اهم شيء انه انا لما بدي بلش اغير اي شيء بالحياه حب غير مشروط، انا بحبك مثل ما انت بس انا بكره هذا التصرف، يعني وجه انتقادي للتصرف مو لشخصه. نحن كثير بمجتمعاتنا بنوجه ال 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 النقد للشخص نفسه، فهو بيقلل ثقته عن ذاته، بيصير بيشعر بالخيبة انه هو ما قدر يرضي اقرب الناس واحب الناس له. يعني هو ناطر كلمة، يعني في قصة لشخص ادمن مخدرات وكان عم يدرس برات البلد بسبب انه ابوه كان من المتفوقين، بس ناطر تليفون من ابوه يقول له انه برافو عليك او هذا الشيء كثير ايجابي، بس هو لا لا بالمقابل انه اوكي ممتاز عادي، فهو انحرف بهذا الطريق مع انه كان من الاوائل. فكلمة اوقات بتخلينا نكون ناس بالقمة، وفي ممكن ناس يتأثروا لأنه كلام أهلهم كتير بيعني لهم. فخلينا نحب الغير مشروط نبلش فيه، والدعم دائما الدعم بدعم ايجابياته وبتجاهل سلبياته. لما بركز انا على سلبياته ابني هيك عم يعمل وبيجي بحكي للعالم ابني هيك عم يعمل، فهو بتتعزز عنده هي السلبيات وبصير مشان يجاكرك ويخجلك قدام العالم بصير بيعملها زياده. اما انت لما بتتجاهلي تماما لما بينبحت بالارض او بتصرف تصرفات معينه سلبيه او لما وبتركزي على انه يا الله عمل هذا الشيء كثير منيح، هذا كثير ما احلاه وما تصرفاته شو حلوه وشو ايجابي وشو كذا، فهو بصير مشان يشوف حاله فيكي ويشوف حاله هو اصلا من نوع دعم الذات، هو بصير واثق من حاله، فهو بصير بده يعمل اي شيء ليلبي رضاكي وليورجيكي انك وليورجي حاله انه هو كثير بصوره حلوه قدام العالم، حتى اللي سواء بخصوكي او ما بخصوكي، يعني حتى بالطريق يعني بصير تصرفاته كثير ايجابيه وحلوه. تمام، خلينا نحكي بنقطه، يمكن تحميل الولد مسؤوليه في لها سلبيات كثيره، مثلا كثير بصير عند في كثير امهات بتترك الاولاد بالبيت بتحملها مسؤوليه انه انت حتى لو كانوا صغار انه انت مسؤول هلا عن البيت، فالولد ممكن يصير عنده نوع من الوسواس، الحمام شاعل او ما شاعل، الغاز، الصوبيا، هدول القصص ممكن يصير عنده شيء وسواس فيهم قد ما الام بتضل بتنبهه لانه هي مسؤوليتك مسؤوليتك مسؤوليتك. قديش كمان تحميل المسؤوليه زياده عن اللزوم بصير عند الولد نوع من الوسواس من المرض ومن الرعب؟ تماما، هلا انا بحمله مسؤوليه بالصراحه، انا انه يقعد مع اخواته الصغار بالبيت فتره طويله وكل يوم وكذا، يعني هلا هي فيها ايجابيات وفيها سلبيات، بس الام تكون واعيه هي لحالها بتنقل الوعي والسلوك المتوازن لابنها، اما هي لما بتكون اصلا مشتته فهي بتنقل هذا التشتت، فهو على هو الام. يعني في اولاد انا صراحه اول شيء وقت انت كنتي عم تحكي بمخي انعرض نماذج سلبيه لهيك قصص يعني للمسؤوليه، بس بنفس الوقت عن جد شفت نماذج نجحت كثير بقصه المسؤوليه وعن جد اولادها، بس الام كانت كثير متوازنه. عم بحكي عن ام متوازنه، يعني انه لا ديروا بالكم، انا الا مو معقول انه اولادك مثلا ممكن بعمر صغير يقعدوا كذا، بتقلي ابدا مثل الملائكه، وعن جد يعني هو الله يعني الحمايه بيد رب العالمين، بس يعني انه انا لقيت عن جد نموذج ايجابي لانه هي عطيتهم الاساسيات وهي وثقت فيهم وقالت لهم انه انا بثق فيكم انه انتم تقدروا تتحملوا هي المسؤوليه، لانه انا هي عم تشتغل يعني ما عندها معيل. فكتير مهم عن جد الام تكون متوازنه جدا وما عندها هذا الرهبه والخوف، لانه
اذا كنتي بتخافي كثير وبترهبي رح تنقلي لاولادك، والاولاد مراه للام، واذا كانت الام واثقه من حالها، انسانه فعاله بالمجتمع كذا، عندها المسؤوليه، هي بتنقل هي المسؤوليه. حتى الولد على فكره لو مر بظروف عابره بالبيت رح يقدر يتجاوزها بذكاء ووعي، لانه هو اصلا معود انه هو ما يتوتر، حيقدر يطلع باحسن نتيجه. طيب خلينا نحكي قديش يمكن التشاركيه لتحمل المسؤوليه وتعليم كثير من المبادئ لاولادنا مهمه، يمكن لانه مش فقط بيكتسب من الأهل، من المجتمع، من المدرسة، من العيلة، من المحيط تماما. بشكل عام لهيك بيقولوا الأم لازم لا تلقني ابنك، مو تلقين، خليكي سلوكك هو الأساس يعني. فضروري أنا شاركه بسلوكي، يعني مثلا أنا بدي أعلمه كيف يفوت على الحمام، بعلمه كيف يقصقص أظافيره، بعلمه كيف يلبس ثيابه، بعرفه كيف يدهن إيديه بعد الحمام مثلا، أو يعني يحط كريمات أو كذا مشان ما يقشب وشه أو كذا، يساوي شغلات صحية، يشرب شغلات صحية أول ما يفيق، يعني مي مثلا علمه على المي وهيك قصص. فكل ما كانت الام ايجابيه بانه هي تكون اصلا، يعني مثلا الام المدخنه ما فيها تقول لابنها لا تدخن، انا برايي الام ما الارجيله تمام او الارجيله وكذا، لا 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 تارجلي قدامه ولا تدخني، او حاولي تقولي له اني انا غلطانه. كثير مهم الواحد يعترف يعني انه انا غلطانه، بس ان شاء الله انت ما تكون مثلا تحب الارجيله او تدخن او كذا. فهي شغله ايجابيه يعني الام، انه الانسان هو يقول انه انا ما بحب هذا الشيء، بس وهي غلط، بس انه انت لانه الولد مجرد ما شاف، لانه انت بالنسبه له الام او الاب او العم والخال هدول قدوه يعني اللي بيحبهم اكثر شيء، فسلوكنا هو اللي بيقرر انه اكثر من انه انا اقول له لا هذا غلط وما بيصير وكذا، لا انا بقول له انه انا بساوي بسلوكي، وهو لحاله بيتعلم هذا الشيء، لانه الانسان عن جد القدوه بيقدر ياثر بكل بتفاصيل صغيره نحن ما بننتبه لها. طيب واذا الاهل فشلوا بتحميل الولد المسؤوليه شو الحل؟ والله لازم يروحوا يلجأوا لأخصائيين صراحة، هون وقتها لازم يلجأوا لأخصائيين، لازم يفتحوا مثلا يدوروا يبحثوا يقدروا هن، يعني أنا برأيي الأهل لما ما بيكونوا هن عندهم هالمسؤولية صراحة ما بيقدروا ينقلوها. يعني أنا الأم لما بلاقيها طول النهار ما لها سائلة أو ما بتسأل ابنها شو درست شو عملت، قال بيقولوا لازم تعرفي قديش ابنك أخذ آخر محصلة له بالمدرسة، شو الشغلات اللي بيحبها، شو الشغلات اللي بيكرهها، شو الرفقات، مين رفيقه المميز، مين استاذه المميز. اذا ما قدرت الام والاب يعرفوا هدول التفاصيل بيكون هذا اصلا ما له قدران يوصل لانه هو يقدر يغير ياثر بسلوكه على خلق مسؤوليه للولد، لانه الولد بعيد ومنفصل تماما عن اهله. فكل ما كنا قراب منه، الشغلات اللي بيحبها، الشغلات اللي بيكرهها، نشاركه بتفاصيله، نرسم معه، كثير مهم الرسم كثير جدا، هو نوع من التفريغ والتعلم باللعب كمان، اللعب كمان كثير مهم انه كمان بيفرغ مشاعره وقصصه بالالعاب. مثلا اذا الولد بيتعرض لاضطهاد بتلاقيه بيصير بالالعاب بيقتلوا بعض او بيتخانقوا، اذا متعود على بيئه حنونه وكذا فبتلاقي الالعاب بحنوا على بعض، بيديروا بالهم على بعض. فكيف نحن من 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 الولد كثير مهم تراقبيه هو وعم يلعب، تراقبيه هو وعم يرسم، تروحي لاخصائيين بخصوص رسماته، انه الالوان اللي عم يستخدمها اذا الوان غامقه شغله ما كثير منيحه، اذا الوان ايجابيه ومفرفحه وهيك فبيدل على شخص كتير نفسيته مرتاحة ومروقة. يعني كل ما كنا وفينا بكبسة زر ندرس هذا العلم، يعني نقرأ عنه كأم، يعني أنا مثلا ما فيني دائما مثلا بجوز ما عندي اختصاصيين قريبين مني أو كذا، أو ممكن على النت فيك تتواصلي، يعني ناس كتير ممكن يساعدوا، يعني في ناس كتير عن جد مستعدة تقدم أي استشارة مجانية بس كرمال أنه ننهض بمجتمعاتنا. يعني إن شاء الله يا رب. ويمكن قلتي كلمة بتختصر كل هيدا الحكي، الحب الخير الغير مشروط، نعلم أولادنا التشاركية ونعطيهم قد ما فينا حب، نزرع فيهم كثير من الاشياء المهمه بنحصدها بعدين. بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، شكرا كثير.